هنخش على البشره بقى. برضو البشره من يعني المؤثرات اللي بتاثر فيها بشكل كبير الحاله النفسيه والمزاجيه والنوم والكلام ده كله. طبعا برضو ايه تاني؟ يعني تلاقي ناس عندها مثلا الوان او بقع في الوش، في ناس المسام عندها واسعه باي ديفولت، هي نازله كده او يعني بشرة طبيعه دهنية. بشرتها كده. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ لازم نعرف نعتني ببشرتنا كويس قوي. بشره حلوه يبقى لازم نشرب ميه كتير كتير فعلا، على الاقل لترين في اليوم. عايزه تبقى بشره حلوه بناخد فيتامين اي، بناخد فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا لانه بيعزز لي على انتاج الكولاجين. الكولاجين بروتين اساسي، يمكن 70% 80% من حجم بروتينات جسم الانسان عباره عن كولاجين، وبينقص بعد سن ال 25، سن بدري. 25 سن بدري. فلو انا من السن ده، عشان كده بقول للبنات اعتنوا ببشرتكم من سن ال 20، مفيش حاجه اسمها لما عادي ال 40، لا، لان الكولاجين بينقص في العشرينات، فلازم تعوضي على التقليل بتاع الكولاجين بانك تاخدي انتيك لفيتامين سي. طيب فيتامين بي، احنا طبعا بنسمع فيتامين بي ده تمثيل غذائي للاعصاب والحاجات دي، لكن ناس كتير ما تعرفش ان فيتامين بي موسترايزر عالي جدا، ترطيب عالي جدا للبشره، وبيمنع التاخر، بيأخر لتعجيز البشره. فيتامين اي تلاقي ساعات بنات هنا عندهم تشققات. فيتامين اي بيعالج الكلام ده. الهالات السوداء بيقدر يحسن الهالات السوداء لانه بيحتوي على الكوبالامين كمان، اللي هو فيتامين بي، اللي هو الفيتامين بي 12، وبيساعد على تاخر او بيساعد على البيجمنتيشنز، التصبغات. بيحسن جدا التصبغات. كتير بتلاقي بنات كتير وشها ما عندهاش توحيد لون بشره، صح، وبتضطر الصبح، حتى بنات في الجامعه بشوفهم حاطين فول ميك اب. انا فاكره يعني انا على طول بقول الجامعه بحط الترطيب بتاعي واشرب ميه واخد السبلمنت وانزل اروح على المحاضرات. بتلاقي بنات غصب عنها بتحط كميه فاونديشن عشان تداري التصبغات بتاعت وشها. ده كارثه لما تحط ميك اب وتظهر في الشمس وتقعد فتره طويله الجامعه بقى 8 ساعات ولا 6 ساعات، انت بتدمري بشرتك تدمير يعني ذاتي زي ما بتقول. وعايزه اقول لك في البحر، احنا داخلين على الصيف وهتلاقي لما لا استنيني بقى، ايه رايك؟ انا ما فيش مشهد بيستفزني زي الاقي ان احنا قاعدين على البحر ومش مهم فين بقى، الساحل وات ايفر، تلاقي في فول ميك اب وقاعده بتاخد تان. طب بتاخدي تان ليه بقى لو انت حاطه فول ميك اب؟ حاجه يعني انا ما كل واحد طبعا حر في الاول في الاخر، لكن احنا بنتكلم من ناحيه الصحيه، ده تدمير للبشره. طبعا البحر يعني سان سكرين او سان بلوك، بتروحي تاخدي تان، ما تدمروش بجد يعني. والله دي نصيحه من القلب، محدش يدمر بشرته، لان مره في الثانيه في الثالثه سنه في الثانيه في الثالثه هتلاقي الواحد بيعجز قبل سن طبعًا. سنه هيبقى بلس 10 مثلا. طبعا، ويا ريت ما ننامش بالميك اب يا بنات، يا ريت. يعني بتلاقي بنات وسيدات بيناموا بالميك اب، بيكسلوا يغسلوا وشهم قبل ما يناموا، دي كارثه. الميك اب ويخش المسامات بالليل، انا عايزه بشرتي تبقى نظيفه تتنفس اكسجين، صح. فيا ريت نغسل وشنا قبل ما ننام من الميك اب، ضروري ضروري. واللي بيقعد اصلا يعني اكتر فتره ميك اب المفروض نقعد بيها، يعني انا مثلا هتكلم، احنا بنعمل ميك اب مثلا 8 الصبح، المفروض نغسل وشنا بعد قد ايه بالظبط؟ الفتره اللي ممكن نقعد بيها مسموح يعني؟ لا مسموح على طول اولا، بس احسن حاجه ما تتعرضيش للشمس، وممكن قبل الميك اب احط السان سكرين بتاعي. وسان سكرين ما بقاش اويلي يعني، بحط السان سكرين ما بيتعرضش، وممكن احط الترطيب بتاعي. على فكره بتلاقي بلوجرز كتير ميك اب ارتست يقول لك قبل ما تحطي الميك اب رطبي على طول، وتحطي وات ايفر، اهم حاجه لما تروحي تغسلي وشك ما تناميش بيه خالص. نصايح مهمه جدا يا دكتور.